لا إله إلا الله. بارك الله فيك يا أخ زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت شيخنا، عايز أسأل، أنا متزوج ومقيم في دولة خارج مصر، وعندي زوجتي، يعني وسيلة التواصل على التليفون أو على النت. ايه خلاص كحيت، ابتعد عن الموضوعات التي ستسأل عنها. لا خالص، لا ما فيش اي شيء خارج يا شيخنا، الحمد لله طيب ملتزم وعارف الاختراقات والاشياء دي. ماشي ماشي. بس كل سؤالي ان احيانا اجي اتودد معاها الغزل العفيف اللي هو انا كلمة قلت لك بحبك او ما حولها فقط لا غير، تودد يا حبيبي عزيز. عليا ردود تحرجني بحجة ان هي قاعدة وسط اهلها وتخاف انه يعني حد يسمعها فتحرج. هي زوجتك؟ زوجتي ايوه. ايوه، وهي جالسه مع امها وابوها وانت جالس تقول لها بحبك يا حبيبتي يا كذا يا كذا يعني يا كذا. بتكون في غرفة لوحدها بس خايفة حد يسمعها يعني، وانا مش كل مش باستمرار يعني في الطرد، بس احيانا بيكون عندي انا اسالك سؤال يا اخي، ضيق نفسي من الشغل او شيء زي كده يعني. اسمعني بس اكلمك كلمه لوجه الله، يعني هذه الزوجه بهذه الخصال تحمد ولا تذم؟ والله انا اعلم ربنا، انا اعزها واودها كثير ونصحتها انه مش لازم على طول تحاول تخلي لنا خصوصية عشان نقدر نتكلم براحتنا، بس خلاص اما قول لها ما تفضي كلميني انت. فالمهم يا شيخ، ما هي يعني ايه متجاهله موضوع الخصوصيه ده خالص. انا سؤالي في النقطه اللي جايه يعني، معلش اطلت على حضرتك يعني، بسبب ضيقي من الردود البايخه يعني اللي بواجهها لما انا اتودد ليها، فقلت لها طيب خلاص خلينا كده احنا زي الاخوات. لا ده مش ليست ظهارا. هذا اللي انا اخشى منه يعني، فانا قلت يعني ما اقدرش اطنش يكون علي حكم كبير زي الظهار، لا ليس او ظهارا. انا احمل نفسي صيام شهرين وانا لا ما ارتكبتش المخالفه الشرعيه اللي تستدعي ذلك. لا الحمد لله يعني. فكل ما في نيتي يا شيخ فقط ان انا يعني ايه هجعل مكالمتي معك كاني بكلم اختي. لا ما تنشفش كده، انت الاخر ايضا هتنفرها منك، هي زوجتك الله يكرمك. انا يعني ممكن انا اعالج الامور دي يا شيخنا بطريقه او باخر، لكن هل في يعني بالوصف ده يعني ليس في ظهار. ليس ظهار يعني. نعم انا فنيتي بس ان انا يعني زعلان منك، طالما انت مش بترد علي رد كويس خلاص انا كمان هتعامل كانه احنا اخوات زيك. عامل ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.